طب اذكرها من الجزئيه دي الحقيقه اللي بيذكرها الاستاذ محمود مسلم، جزئيه مهمه جدا وحي يعني دكتور محمود عليها، فكره ان رئيس الجمهوريه لو قلنا او تخيلنا يعني من سنين او عقود ممكن يجي لو انعقد مؤتمر او منتدى زي ده يجي يفتتحه وهيقول الكلمتين ويتكل على الله يشوف بقى باقي الشغل والمهام والامور، ولكن ان رئيس جمهوريه دوله بحجم مصر بتحدياتها باعمالها باشغالها يتفرغ ويدير الدوله وهو في شرم الشيخ وبيتابع هؤلاء الشباب وبيوجه وبينصح وبيستمع، فاعتقد ده نموذج فريد ان هو يطبق بهذا الشكل. يعني انا عايز اقول لحضرتك دروس التاريخ بتقول ايه، ان في لحظات تاريخيه معينه اما الدول بتمر بازمات وكوارث بيظهر من صفوفها زعماء عظام بيبقوا بحجم الدوله هو اللي بيقدر يقود خطه التنميه، وعندنا تجارب في مصر. انا عايز اقول ان ربنا حمى مصر سبحانه وتعالى بفضل ربنا وبفضل وجود الرئيس، لانه لو لم يكن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي قاد 30 يونيو ما كانش حد تاني يعرف. هو مواصفاته القياسيه كده، مؤمن جدا ببلده بيحبها، حتى بيقولوا حتى هو طالب كان بيمشي كده وبيحلم بيقول يا رب يعني انا لو بقيت رئيس او بقيت هعمل خلي البلد دي احسن بلد في الدنيا، وربنا حقق له ده عشان يقدر فعلا ينفذ الحلم الكبير ان مصر تبقى واقفه على رجليها. الخطاب السياسي للرئيس فيه اعتزاز بمصر وبحجمها وبشعبها، يعني دايما حتى في المشروعات يقول احنا انا ما بعملش احنا بنعمل كلنا، فهو مؤمن ببلده او مؤمن بشعبه وعارف ان اصطفاف شعب وراه هو سر النجاح. دي في هنا مقومات لرئيس بيحكم مصر، مقومات زي ما بنقول رئيس بحجم مصر بحجم تاريخها وحضارتها وبيعبر عنها كويس، لذلك رفع شأنها. خطابه السياسي بيعكس التوجه ده، يعني هذا الرجل لم ينطق حرفا واحدا ضد اي دوله عربيه حقيقي. الا بالخير، لم يذكر اسم بالسناء. اي شخص مهما ناصب مصر العداء بالظبط كده، ودايما توجيهاته حتى بالنسبه للاعلام ان الاعلام يوحد الصفوف ولا يفرق، لا يعني ما يتدخلش في الصراعات ما بين الشعوب، دايما يحترم اراده الشعوب. الاعلام يعني في عنده حكايه رأب الصدى توحيد، يعني دي سياسة. فلذلك هذه السياسة أثمرت المكانة الكويسة اللي بتتمتع بها مصر في كل دول العالم، وإحنا بنشوف دلوقتي أما بنروح دولة وكنا بنروح زمان لا الصورة اختلفت. يمكن بعد 2011 كان في مجموعة ظهرت كده كانوا بيسخروا يقول لك الدور، هو فين الدور فين الدور، أظن دلوقتي بقى الدور معروف على كل المستويات، يعني رئيس الدولة اللي كان فيتنام الصين أمريكا روسيا، يعني بيستقبل في كل دول العالم يعني بهذا الحجم من الترحاب، لأن فعلا بلده كبيرة وفي حجمها لها هامة وقامة وهو دعم هذا الدور. صحيح. نيجي بقى الاهتمام بالقضايا الصغيرة والقضايا الكبيرة. احنا بنفاجأ بالمشروعات بيتم افتتاحها دون الإعلان عنها، يعني كانوا دايما على المشروعات يقول لك ده كلام جرايد، كلام جرايد يعني ايه اهو يعني بتصريحات يعني اهي، لكن هنا مفيش احلام مفيش وعود مفيش تصريحات ورديه مفيش. بعض الناس يقول لك ايه احنا طب المشروع ده اتعمل امتى، ده احنا بنصحى الصبح بنلاقي فيه مشروع اتعمل. فالحقيقه هنا ده ادى المصداقيه، يمكن المستشاره الالمانيه السابقه قالت يعني ان دي مصر يعني اعلى دوله في العالم في معدلات الانجاز، فحتى بقى يعني مشهود لمصر في العالم. صحيح. انها دوله اعلى دوله في معدلات الانجاز وفي سرعه اتمام المشروعات. السمعه دي الحقيقه ادتك مكانه كويسه جدا في الـ زي ما كنا بنتكلم عن خطه التعمير، يعني صح. انا راجع من العراق قريب طبعا، يعني انا سمعت كلام من الرئيس العراقي ومن رئيس الوزراء العراقي، انا عمري ما سمعت الناس بتتكلم عن مصر بالشكل ده، وانا زرتها قبل كده ايام صدام شفت المعامله كان شكلها ايه. لا دلوقتي سمعتنا بقت كويسه والناس كلها بتقول امتى هترجعوا لنا، احنا عايزين كلنا. لا العماله اللي انتوا بتدوروا مش هترجع، ده هترجع عماله قويه اللي بتعمل المشروعات الكبيره واللي بتنقل الخبره المصريه، دي العماله اللي مصر عايزه تصدرها واللي انتوا بتطلبوها طبعا. فهنا الصوره اتغيرت. الصوره اتغيرت ليه بقى؟ أكيد. رئيس مؤمن ببلده مؤمن بشعبه ما بيقدمش وعود بانجازات
واخد المسألة جد قوي جد قوي، يعني بيشتغل يعني أشغال شاقة طول اليوم. أستاذ كرم جبر أنا شاكر جدا لوجود حضرتك معنا النهاردة. أنا اللي بشكرك. شكرا جدا جزيلا. وكل سنة ومصر طيبة، والسنة الجاية برضو يعني يا رب نيجي إن شاء الله، بس تكون كورونا يا رب. هو المنتدى ده علمنا كورونا غير كورونا ناخد إجراءاتنا الاحترازية ونعيش في الحياة ونسير في الحياة. مش على فكرة في استغراب في كتير من وسائل الإعلام الأجنبية، إيه البلد دي؟ ده الناس بتقفل، انتوا ايه اللي عاملينه ده؟ مصريين بقى. سيادة النائب الدكتور محمود مسلم شاكر لحضرتك. انا بشكرك وكل سنة وان شاء الله 2022 تكون افضل لمصر وافضل للعالم العربي وافضل للانسانية بشكل عام. يا رب. اللهم امين. شكرا جزيلا سيادة النائب. ويعني اساسينكم نخرج الى فاصل ولسه مستمرين معاكم ونماذج يعني مشرقة ونماذج ايضا شبابية موجودة في المنتدى بعد الفاصل، خليكم معنا.